بيان سور كيما كاي مغربي يعني رمضان ديما كيكون شي واحد ديال الحشوه ديال الخمول، يعني اي واحد ما تيفيق حتى ل 12 وحده جوج من بعد الانسان كيقوم بالواجب ديالو، يعني كيمشي يصلي صلاته وداك الشيء وكتقدى شويه الوليدات تخرج الدور شويه ما تجيب المغرب. الا قلت لك تنعاون كذبت عليك خويا، ما ندير حتى شي حاجه، انا معكاز كنتسنى حتى نشرب الماء. عرفتي تبارك الله عندنا مراكش هنا سخونيه ما كتقدرش تخرج كاع. انا ما عنديش المشكله، انا كلشي كناكلو، ماشي شي واحد اللي مانياك ولا شي حاجه، يعني الحريره البيضاء خاصها تكون اساسيه عندي رسميه، الحريره البيضاء وي لا والو كلشي تناكل ما عنديش اللي داز زيت تهرز. كنخرج نمشي للقهوه بعد الصلاه بيان سور، كنصلي صلاتي كندير قهوه كيف الناس، نبقاو جالسين في قهوه مجمعين حتى تنجيبو السحور عاوتاني، هادشي اللي كاين. ما عنديش عشاء، قلت لك انا كنجخلط كلشي، كندير تندير دق السحور الماء، كنبقى نقرقر بالماء باش يلاه يلاه نكمل نهاري. نورمالمون كاع رمضانات اللي فاتوا كان يكون عندي يعني ورا الفطور كتكون عندي يعني القهوه ضروري اوبليجي، ولكن الحمد لله هذا العام عندي 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 خدمه، تيكون عندي دي ماستر كلاس، عندي كاينين خدمنا عقوده يعني عريسات وهذا، كتكون شي حاجه، المهم كيكون واحد 3 جوج ولا 4 ايام بيناتهم. باغ كونتخ رمضان اللي فات ما كان عندي والو، ما كانش عندي حتى شي حاجه ورا رمضان ورا الفطور، مي دابا ورا الفطور الحمد لله ولا عندنا عريسات ولا عندنا عقوده، يعني كنتلاقى مع زبائن باش نشد المواعيد ديال الصيف ديال سبتمبر، والحمد لله هكا غادي البروغرام. واشوف الله اللي كيخلص، ما عمر لعبتي خلص، الله اللي كيخلص، سواء بالنسبه للشطيح سواء بالنسبه للامداع، الله اللي كيخلص. كيتخلص الانسان على القلب ديالو، الا انا داير 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 التنصم لله وكنقوم بالواجب ديالي، داك الشيء المسائل الشخصيه كتبقى ديالي. رمضان المبارك كريم ان شاء الله، باش نتمناو الصحه والسلامه، وشكرا للموقع 360 على الحوار الجميل وفديتكم انا.